الخبر بقى اللي جاي خبر انا عاجبني جدا بصراحه، لان حتى لو احنا هنتكلم ان الرياضه اكيد اخلاق وسلوكيات والموضوع او الخبر اللي جاي مرتبط بده، بس انا سعيده ان ده طبق، واتمنى ان ده كمان يطبق عندنا. الخبر بيقول ايه؟ الاتحاد الدولي للدراجات استبعد لاعب سويسري تحديدا اسمه مايكل شير من المنافسه. عشان عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ غلط في السباق مثلا، راح منطقه غلط، اتخانق مع زميل تاني، كل ده لا، علشان رمى ازازه ميه في المكان الغلط وهو اثناء السباق. انا بتكلم بجد، رمى ازازه الميه على الطريق مش في المكان المخصص. ده بموجب بقى ايه؟ القواعد الجديده للاتحاد الدولي للدراجات اللي دخلت مفروض حيز التنفيذ في 1 ابريل. مفروض انه لا يسمح لراكبي الدراجات اثناء السباقات رمي اي نفايات الا في مناطق محدده. ده خليني اقول لحضراتكم يمكن اول عمل يعني يتم كده بعد، او اي اول حاجه تحصل بعد ما طبق هذا القانون ده، يعني اول لاعب يتاثر بهذا الشكل بعد هذا القانون. فالقصه هنا كمان ان انت هنا الغرامه بقى من كام لكام؟ اكيد الغرامه المفروض اللي اتحطت من 200 ل 1000 فرنك سويسري. عارف ان الفرنك السويسري بكام مصري؟ كام؟ ب 16، يعني 16.9. يعني لو هنتكلم 1000 فرنك عشان رميت حاجه مش في مكانها، نفايات او ازازه ميه مش في مكانها، يعني هتدفع لك بتاع 17000 جنيه، 16900 يعني. ده عشان رمى ازازه ميه في المكان اللي مش مطبق ليها. فهو زي ما كنت بقول لحضراتكم كده، اصبح اول متسابق بيطرد من السباق بموجب القواعد الجديده الموضوعه. فدي حاجه كويسه لو اتكلمنا عن الرياضه، ان هي اكيد لازم الرياضه تبقى اخلاق قبل كل شيء. ولكن على الصعيد الثاني، في دول صارمة جدا في وضع قوانين، في دول ما بتهزرش، المواطن اللي مش هيحترم قوانينها لازم هيدفع الثمن. واحنا على فكرة عندنا برضو قانون زي ده، احنا عندنا قانون كده. انا مش بتكلم ان احنا من الدول اللي مش عندها مثلا قانون بيغرم فاعل زي ده او مواطن زي ده لو رمى اي حاجة في الشارع، لا ده موجود. بس يمكن بقى ايه، الناس بتستسهل، الناس مش حاطة في بالها، ما تعرفش، في سلبية موجودة. بس عارف لو الغرامات كانت كده يعني تدفع فيها رقم كده، تخيل انت عشان ترمي ازازه ميه لم في الحاله دي لو الكلام ده اتطبق. والله العظيم انا بقول فعلا هيبقى فيه دخل كويس جدا للدوله، لان انت هتلاقي على بال ما الناس تلتزم هتكون صرف كتير ومصلحه من كل النواحي، كل الزوايا بالظبط. يعني هتحصلي على دخل كبير يتوظف في حاجات صح، وثانيا هنتعلم غصب عننا. خلي بالك احنا للاسف الشديد يعني هوند، ودي مشكله كبيره جدا، واكيد انت شخصيا لاحظتيها في اي سفريه ليكي بره، احنا بنلتزم هنا قوي قوي ونفكر ألف مرة قبل ما حد يرمي مثلا عقب سجارة أو يرمي منديل. نفس الشخص ده لما بيكون موجود هنا عادي جدا ممكن يرمي أي حاجة، كأن بلده دي مش مهمة، كأنه مش خايف على البلد، مش فارقة معاه. لا، السلوكيات أقسم لك بعزة جلالة الله، أنا مرة أنا هوند من مثلا قولي 9 شهور 10، يعني أقل من سنة حاجة كده يعني، وكنت ماشي على كوبري أكتوبر وكان في ميكروباص، وكان المسافة ما بين الطلعية بتاعت كوبري أكتوبر من ميدان التحرير لغاية المنزل بتاع غمرة، أنا في المسافة دي كلها أنا بحاول أعمل إيه؟ بحاول ألحق سواق الميكروباص ده. ليه؟ عشان آخر واحد خالص قاعد في الميكروباص قاعد جنب الشباك الشمال مدلدل إيده، وحياة المصحف الشريف زي ما بقول لك، كل 3 ثواني ألاقيه بيسقط حاجة شكل، مرة كيس اللي هي البطاطس المقرمشات، مرة كيس فاضي، مرة ورقة، مرة علبة سجاير. إيه ده؟ يعني الراجل ده المسافة دي لوحدها أقسم لك بالله ذروة الكوبري. في ناس زي كده بيعملوا كده كتير، ودي صح. حاجه على كل المستويات. ليه نعيش في جو مش نظيف اصلا؟ يعني ليه؟ يعني ازاي ده في ناس بتستعذب هذا الامر، في ناس عينها اتعودت على القبح باختصار. صح. يعني انا بتفق معاك، واتمنى فعلا القانون اللي عندنا يطبق بشكل فعلي وصارم، علشان فعلا كل مواطن بعد كده عنده نوع من السلبيه ان هو يلتزم بقى، حتى هنا بنقول غصب عنه، ما يبقاش فيه رفاهيه الاختيار، سواء انا عشان تربيتي كده فانا ما برميش في الشارع، لا حضرتك هتلتزم، لان دي دوله انت لازم تخاف عليها، دي بلدك لازم تخاف عليها، مش مباح ان انت ترمي كل حاجه في الشوارع بهذا الشكل. كلام مظبوط.